صور وتحية نضالية وكنشكر الصحافة المرئية ما فكيش واخا نمشي غادي نرجع على حقي حتى يرجع. دابا دابا واحد ها هي زهراء صح رز ها فرخي عيش ندير واحد ندير واحد هذه واحد أفريوس محمد منسق جهة بني ملاخ نفرا ضحية من ضحايا النظامين ما قبل 2012، فلقد جئنا هنا من أجل إظهار مظلوميتنا التي هي فعلا قد اعترفوا بها، ولكن إلى حد الساعة الملف لم ينفض عليه الغبار ولم نسمع بأنه قد جرى في أو قد تعرض لحوار اجتماعي الذي كان بين النقابات والوزارة النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة. ولهذا فنرجو من السيد وزير الوطني الحالي أن ينكب على ملفنا وأن يقوم بمراجعته ومعالجته معالجة فعالة من أجل ترقية جميع الضحايا ما قبل وما بعد بدون استثناء، لأننا قد تعبنا وقدمنا مجهودات من أجل رفع بهذا البلد الذي هو الآن إن شاء الله في تقدم وازدهار. إذن فنحن نطلب ونرجو من السيد وزير التربية الوطنية أن يقوم بمعالجة ملفنا وأن يحله محلا شموليا مع جبر الضرر حتى تشرق النور أو حتى تشرق الشمس مرة أخرى على بيوت الضحايا وكذلك على الأرامل وذوي الحقوق. عدة سنوات هناك من ضحى أكثر من 44 سنة، فالقليل منا قد قضى أكثر من 36 سنة في التعليم وتوظفنا بالسلم 7 و8، وجاءت المراسم النظامية الجائرة والظالمة التي أقصتنا فحرمتنا في 1980، فالنظام الأساسي 1980 حرمنا من متابعة الدراسة وكذلك من مراكز التربية الجهوية وكذلك من مراكز التفتيش، وجاء النظام الأساسي الآخر 2003 فحرمنا من الترقية، فبدلا من امتحان مهني 4 سنوات أصبح 6، وبدلا من الترقية بالاختيار 6 سنوات أصبحت 10. ولهذا ترون هذا الجمع من شيوخ التربية لم يتم أو لم ينالوا السلم 11، ولهذا تراهم الآن مقصيين وقد تعبوا وقد سرقت منهم سنوات ترقي بواسطة المراسم الظالمة فأصبحوا خارج التغطية وخارج السلم. فلهذا نحن هنا من أجل استرجاع حقنا المهضوم، فنحن ما نفهمكيش معهم ما دام قد رقوا فوج من 1/1/2012 إلى 31/12/2015 أي 4 أفواج، فيجب عليهم أن يقوموا بترقيتنا كذلك نحن، لأننا قد وظفنا بالسلم 7 و8 كشيوخ التربية جميعا. أرجو من السيد وزير التعليم أن يسير على منهج السيد وزير السابق الذي اعترف بمظلومية رجال التعليم وقال بالحرف هذا ملف إضافي وملف جديد سنباشر مع الحكومة، ولا فنحن الآن لا ننتظر أي شيء أي قد ملينا الانتظار، ولهذا نريد مستحقاتنا لأن كلنا هرمنا وشيخنا فأكبرنا له 91 سنة عفوا أصغرنا 71 سنة وأكبرنا تعدى 80، فهذا عار ثم عار أن يترك شيوخ التربية بدون مستحقاتهم وهم يعانون من الأمراض المزمنة والتي هي تقضي على حوالتهم التي على معاشهم الهزيل.
نحن المتقاعدون ضحايا النظامين 2003-1985 ضحايا المصوم المجحف 2/19/504 الذين لم يستوفوا الشرط النظامي المزعوم والغير القانوني وهو السنوات الاعتبارية التي اعتمدتها الوزارة السابقة فكانت حجرة عثرة في طريق ترقيتنا كباقي إخوتنا الذين ترقوا فهذا الإقصاء يعتبر ظلما في حقنا وعدم تكافؤ الفرص وتهميشنا نحن شيوخ التربية الذين طبقت عليهم عدة إكراهات من أنظمة فاسدة وتخطيط عشوائي ومرامج معوقة وأجرة زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع ورغم كل هذا نحن شيوخ التربية وشيوخ التربية جميعا ضحايا كانوا يسايرون المنظومة التربوية بتصحيح مناهجها الخاطئة والسهر على تقديم الجودة وإخراج إنتاج جيد من الأجيال القادرين على خدمة البلاد والعباد وكانت المدرسة العمومية مزدهرة وفي أوج ازدهارها في عهدهم لم تعترف لهم الحكومات ولا الوزارة السابقة بهذا فظلمتهم وألحقت بهم الظلم فأصبحوا من ضحايا التعليم وإننا نناشد الحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير شكيب بن موسى الذي أبدى اهتماماته يشكر عليها في رفع الظلم على هذه الفئة المظلومة وتقديم الحلول المناسبة في أقرب الآجال لأن الضحايا أنهكتهم الأمراض المزمنة ومنهم من قضى نحبه ومنهم من لا زال ينتظر على أحر من الجمر نحن شيوخ التربية ضحايا النظامين 85-2003 الذين تم تضيفهم الأول في أحد السلمين السابع أو الثامن ما قبل 2012 تواجدنا هنا في هذه الساعة في باب الضواح أمام وزارة التربية الوطنية والريادة والتعليم الأولي لنخاطب ونبلغ السيد الوزير المحترم مظلومية تناول الحيف الذي طالنا والاستياء من الملفين الذي اكتنفه الغموض والضبابية حيث أننا لم نعد نعرف مكانه أين وصل وما هي التطورات التي قطعها وأنه لم يطرح كما أننا نتأسف بأنه لم يطرح لحد الآن على طاولة الحوار الاجتماعي مع أن السيد الوزير كانت له لقاءات مع النقابات الأكثر امتيالية والملف ديالنا لم نسمع له أثر مع أنه تم الإقرار والاعتراف بأحقية مظلومته ومشروعيته من طرف الحكومة السابقة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.